المشكل ديال الضعف التيار الكهربائي، لان تما تم الربط بواحد الطريقه عشوائيه، ما تمش الربط يعني بالمعايير اللي تاخذها لويلو، وبالتالي وقع تما ما يسمى بالضعف التيار الكهربائي. لكن الحمد لله السيد المدير الاقليمي خرج وقف على الحل، واقتنينا احنا مثلا الكابل اللي هو 143 متر اللي عنده 4 ديال الخيوط، وغادي نركبوا ان شاء الله السي رشيد، وغادي نقصوا ما يسمى هذا التيار الضعف ديال التيار الكهربائي. وخدينا واحد المبادره اخرى، لان السيد المدير مع ذلك كان عندنا مشاكل ديال التيارات اللي هي مشتركه، المحولات اللي هي مشتركه طرح الساعات، حنا جبنا كفريه تاع الساعات. شكون كان طلب منا هذا؟ السي عالي، نويت انت السي عالي، نويت لي كوفري من 60 ل 80 وفيه ثلاثه ديال المضارب اللي كيبان، يمكن يجي باش تكمل غيار معاه. لقينا غامض ثاني انفع تيار ولا المحول الكهربائي باقي جا مع هاد القلصه والبلديه ديال الدوش، لان كانت هناك بعض المحولات اللي هي مشتركه، اربعه المحولات اللي كاينين المستوى ديال البلديه ديالنا مع جماعه ديال القلصه. السيد الرئيس بالمناسبة أشكرك يا سيد الرئيس على المجهودات، أشكر السيد المدير المكتب الوطني للكهرباء على المجهودات ديالو، ثلاثة مرات هو كيخرج معايا تما ودار قوة دار قوية ومازال حتى الآن راه في الدراسة باش يكمل ذاك الكابل باش يكمل ذاك الكابل. دابا نورمالمون راهم مزيان، ولكن في السيف خايفين غادي يوقع لهم مشكل اخر الا ما تبدلش ذاك الكابل. سي رشيد الله يعطيك الصحه وكنحيي فيك هذه الغيره وهذه المجهودات اللي درتي وهذه الاسئله بجوج الحقيقه كانوا مهمين. كن على يقين انهم ان شاء الله غادي يكونوا استباقيين وغادي يشتغلوا على ذاك الحي، خاصه الضعف الكهربائي اللي عنده، وربما باقي حتى شي بلاصه خصهم يشعلوا تما على ماكس ديفا، هذوك غادي يبقاو بطبيعه الحال في المرحله الاخيره لما نقويو الضوء وتكون عندنا ان شاء الله يكون استقرار ديال الضوء، ما يبقاش ينقص ما يبقاش. قمنا حتى بزياره حتى المنازل باش نشوفوا انه الضوء فعلا ناقص في هذا الحي. اذا انت يا راه طرحتي لنا جوج